سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا بالتحدي لا سوا حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا كن سعيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. باب المفعول معه. مفعول معه باب كيسي ويان مفعول معه حق الضمب أيا مفعول معه للمريي سبب تلو مريي وحوي منصوبات كلو قدن بيشية والله يسكو خلافي يسقو إنه قياسي هي إن كله وحكى الله يسكو خلافي عامل كيس إنه حرف يهي إيو إنه يهي فعل ككار هي هي بعضها كان إن لودن بيشيو. باب المفعول مفعول كي باب كي سويه. باب المفعول معه مفعول معه جباب كي سوي تعريفه وينو تلمامي هذا بقى عشر كنا سقال يسدي تناد كتاب كروح والعراب ك وحينو كبل لابينا بإذن الله تعالى بوج اللح بقول يا أفر أيان كبل لابينا يا عشر كسقال يسدي تناد. باب المفعول معه تعريفه وينو تلمامي اسم واسمي فعل اي حرف ايا ان غبحي مفعول معه من نقضان فعل اي حرف منصوب والله نصبيا مرفوع اي مجرور ايا ان غبحي مفعول معه من نقضان فضله ديراد وي وما ليس عمده في الكلام بافض ايا فضل لا يرا وحي ان غبحي مسند كي مسند اليه او مفعول معه لم يرا بعد واو ووب دبا دعا بعد واو اسمك بعد ما عدعه إذا جاء محمد مع علي مفعول معه لما يلاك مع دبردعه لكن كبعد واوين دبردعوي وودو تفيد فائدين سأل مصاحبة مصاحبة يا صاحب تنمو وودو أين بمعنى المصاحبة هاي وحين جاب حي ووج حرف العطف كع اسمك دبردعه جاء محمد وعلي علي واسم ومنصوب جاء رأيت محمدا وعليا عليا مركان لا واسم ومنصوب وفضل وبعد واو لكن وو ذا ستفيد المشاركة بالي داي مطلق المشاركة بالي أما مطلق الجمع بالي داي لم يلا تفيد المصاحبة وذو أين مصاحبة هي معية هاي فخرج واحد بحي بقوله هذا الخيق واحد كوب بحي اسمنا نري الفعل فعل كيبا بحي والحرف حرف كي وما هم مفعول معه فلا يمكن مسروب يكونهما إن نقضان مفعولا معه مفعول معه إن نقضان فعلي حرف وخرج وحك الله بحي أيضا نبي قولي هذا الكيغ منصوب ننري المرفوع كالرفعين يو المجرور كالجري فلا يكون نقن ما يكون واحد مركستي أو منهما لبضا كترسني مفعولا معه مفعول معه نقن ما يو وخرج وحك بحي بقولي هذا الكيغ وحك بحي فضلة ننري ما كيبا بحي كان هذا عمدة عمدو هو فلم يريد مسوى أرورين في العربية تهف عربي قد يحدي سوى هو يسقو مفعول معه وخرج واحد بحي بقوله هذا الكيغ بعد واوين أنري ما كان هذا بعد ما عام عاد بذين وفلا يكون نقن ما يو مفعولا معه نقن ما يو وخرج واحد بحي بقوله قول كيغ تفيد المصاحبة أنري ما كوقع دعي بعد واوين وود بذين وود أو تفيد العطف عذف كفائدين نيسا انت سوى تعريفك مفعول معه قولها أمثلة تسالة يا شيسي تسالة يا البو أباهنا يا مفعول معه
ذهبت وان تجي الى المسجد مساجدك ايان تجي وطلوع الشمس عاد عيد مركي سو بحيسي حلقي عاد عيد صبحي ضلوع ايا مفعول معه لكن ما عاد فكرتي الضلوع او تعذك وما عاد فكرتي ذهبت اورن ميسد ذهبت الى المسجد وطلوع الشمس وايو وحي نقول هدان طلوع عقودون عطفو انيقو مساجد كان تجي عاد عيد صبح هنا مساجد كو تجي عاد عيد صبح ما صورت قلب اي مساجد تجي وضلوع الشمس مركي عاد عيد سو بحيسان مساجد تجي وي عجبت وحن لا يابي عينك كردق بو ستا عجبت عين كاسي عجبت وحن لا يابي منك حقاقه ايان لا يابي وزيد زيد اكتيسا وزيد من عيسى مركا تاي زيد مركا لا جوقت وان كولا يابي عجبت منك وزيد اريغا زيد هو مفعول معه وانا منصوب شروطنا ودما يسترتو وا اسمي منصوب وفضلا وبعد واو وتفيد المصاحبه انا صائر وان سكنيا وقصر الرئيسي رئيسك او مدحوينها قصر جيسة اكتسان سعونيا انا صائر وقصر الرئيس هذا عامل كيبان بدل اللي لبضه ربا فعل بوها ذهب يا عجيبة انا صائر وقصر الرئيس مرك اللي يرى وحن نقول يا عاملك صائر كأو اسم فاعل قصر الرئيسنا صورة قلمها انا ينقدن ان عظفنا سببتنا وحوي قصر قدام السعودة وعلى عكس سعودة أعجبني وحا إيقايا بيي مشيوك سعود كاغا والوادية دوحة دين عيسى أتسعوتي وبان لايا بانهي سعود كاغا دوحة دين عسعوتي والوادية ومفعول معه وانا منصوم ووغا أيا ووغي مفعول معه قال لأورنشي ريئة صورتا قال ماها إنان كو عذفنا مشيوك ذاك الرئيسة أعجبني وحا إيقايا بيي مشيوك سعود كاغا أيا إيقايا بيي والوادية دو حدين عيسى تسعوتي هل كاتو صالياش يتعريف كيف ينوكا قبحني شروضها أيولي هي يا عامل كيس يا أحكام تقود يا أحكام تا اسمي ووغا دبادعا انتا سينوكا هدلي دونا شروض المفعول معه مفعول معه شروط ديسة أن يكون وإنو يهي مفعول معه فضلة فضل وإنو يهي ديراد وإنو يهي فضل أن يكون فضلة فضل وإنو يهي يا ديراد وشرطي فلا يكون من نغذو عمدة عمدة أصلا أصلهان ولعدم وروده سو أروريدي سجريت لأنت إذا في اللغة العربية اللغة العربية وكسو أروري شرطي قال لبعض أن يكون وإنو يهي ماك بعد الواوي وكذا بيا اسم مفردا اسم مفردا لا جملة جملة إنو نغضى سماها فإن كان هدو نغضى ما بعدها كقدم بأي جملة جملة هدو نغضى كانت الواو ووذو وحيو أهاني للعطف عضف أو الحال أما حال ومثل قولك أوكلاء الباب البابك مفتوح وعلى فري والنافذة ضاقتنا مغلقة وعلى حري والنافذة خرجت وان بحي والشمس كيي عد عيد ضالعة صوب حيصو هذا بوحي انو نري ووو كدبا دعاوا انو اسمي مفردة يهي جملة يونا نقن فإن كان ما بعدها جملة كانت الواو للعطف أو الحال جملة هذي دبا دعا ووو حرف العطف بو نقن جملة دونا معضوفة نقن سيدا الباب مفتوح والنافذة مغلقة النافذة مغلقة وجملة ووو دبا دعا ووو حرف العطف أما واو الحال بو نقن سيدا خرجت وان بحي والشمس ضالعة والشمس ضالعة ووغا سوا واو الحال كي رابط كأنك ديقيني شرطيقة صدحات ألا يكون يونا نقن ماك بعد الواوي ووذا كدن بأيا اسما مفردا اسم مفردا واقعا أردعي بعد كلمة كل كلمة كلنا اسم مفردا دبادع يونا نقن فإن وقع الاسم اسمي وهدودع بعدها كل دبديد فإنها يد تكون وحي النقان للعطف عذف بي النقان ووذي ومثل قولك أوكال كل فاكهة فاكهة كسته هو ذوقها ددن كيغا معيه وذوقها يددن كيغا تي مقترنان ويحريران كل فاكهة وذوقها وذوقها واسم مفردة بعد الواو بوضع عاي iyaduna waxay sii daba dhacday kelmadda kullin abay sii daba dhacday oo kullu faakihatin ba xaq hore waa cadaf kulka oo mafcuul maahu maaha waa meeshii khabarka waajibka loo xad fi jiray baad waawil maciyay bay noorin jirnay
شرطك أفراد علمه أن تكون الواو وود وإن يتهي على معنى مع مع معنيه جي وإن يتهي فإن لم تدل هذينك تسنن على المعية معية هذينك تسنن لم يكن أهان مايو ما بعدها ككذن بيا مفعولا معه أهان مايو مفعول معه مثل قولك قول كاغا أو كربوي جاء علي علي أيايمد ومحمد محمد نويمد ومحمد وو قاسي وحرف العضف مع معنيه جمالة سيدا درتيد واو المعكدي مين جاء محمد وعلي ومحمد جاء علي ومحمد ولو لا أي كحر أنت هاي قصة كقفقة قفقة جاء علي ومحمد لهدوء قصة يا علي نويمد محمد نويمد وعضف جاء محمد علي ومحمد هدوء قصة يا علي وقول أيمد ومحمد أكتي سيمدنا محمد كواو المعية كذي قيسا جاء علي علي بايمد ومحمد محمد أكتي سويمد كل كواو والمعية أرانا يساوي ذا هو مفعول معه ونوات كذي قيسا عاملك مفعول معه النصبية أيه إنه هالكن كواركينا عامله وعاملك مفعول معه إنه نسبين يي يكون هو النقاني عامله عاملك نسبين يا واحدا مدبو النقن أو من ستة أمور لح أمر الرماد كأهذي لح غضب مذهان أيام مفعول معه كعمل فلا أو نصبنا يا لح غضب مذهان وهي لح داس يكون وح نقن عامله عامل كيس فعلا فعل هرتكو فعل با نصبية سواء وح يسكم إذا أكان الفعل فعل كإنه يهي ماضيا ماضي إنه يهي أم مضارعا إيا مضارع إنه يهي أم أمرا إيا أمر إنه يهي ومثل قولك قول كاغا أوكالي خرجت وان بحي وطلوع البدر دي حسو بحديسي معيقا طلوع ذا وحا نصبنا يا ووغا ماها رقبا يلي ووغا نصبنا يا طلوع ذا وحا نصبنا يا فعلك خرجاء خرجت وان بحي وطلوع البدر دي حمركو سو بحي يكون وحو نقن عامله عامل كيسو اسم فاعل اسم فاعل بو نقن ومثل قولك هذا الكاغا أوكالي إسماعيل وإسماعيل سائر وح صعدا والرصيفة وددني عيجة والرصيفة وددني عيجة أيو صعدا هذا بقى الرصيفة ومفعول معه منصوبة كنصبنا يانوا سائر توي يكون وح نقني عامله عامل كيسو أمثلة المبالغة أمثلة ذا أمثلة المبالغة ذا لو يقان أيو نقن ومثل قولك قول كاغوكله أنا سيار أنو آدبان أصعدا وشجرة ديرت معيقة ديرت أكتي ذا نحوك صعدا وشجرة ومفعول معه وانا منصوب عاملك النسبيين وإريق السيارة إي أمثلة المبالغة إريق أي نسبيي سيار با نسبين أي وأمثلة المبالغة يكون وح نقني عامله عامل كيسو وكي أفراد اسم مفعول اسم مفعول ومثل قولك قول كاغوكلي يوسف يوسف مضاع ولا أطيعا وأباه أبيه من كل شيء قال عطيعة أبيه من عيسى من كل يهي أباه هو مفعول معه أو منصوب ألف كان لقول نسبية اللي هو أسماء الخمسة عامل كنسبية نوع اسم جا مفعول مطاع اسم جا مفعول أيا نسبنا يا كشناد يكون وح نقن يا عامله مفعول معه جا عامل كيسو مصدر مصدر بو نقن ومثل قولك قول كاغا أوكله صيرك صعد كاغا وشاطئ حيلك معيسى أتصعته في الصباح صباح ظهره مفيد جرك وحبو أفايدية مفيد مد مفيد أو جرك أفايدين يوي صيرك صعد كاغا وشاطئ حيلك بدا معيك أتصعته في الصباح صباح ظهره مفيد مفيد ويمد وحفايدين يوي هدب وشاطئ ومفعول معه وانا منصوب عاملك النسبيين ومصدر كسير كاء عاملك كل حاد أضم بيا وكان يكون وح النقان عامله مفعول معه عامل كيسو اسم فعل اسم فعل بونقن ومثل قولك أوكله حي أكالي أما صو قابل على الآذان آذان كأكالي والصلاة صلاة دمعيجة آذان كأكالي صلاة دمعيجة يسقى آذان كوهي هذا والصلاة ذا مفعول معه وانا للنسبيين عاملك النسبيين وإريق حياء إما اسم اسم فعل كاء كاء يا نسبيين أحكام المفعول معه
مفعول معه أحكام تيسة مفعول معه أحكام أي أباهنا ياي أحكام تيسة أيان دونينا إني نؤغانو يجب وح واجبية نصب المفعول معه مفعول معه نسبه سوى واجبية عشر كأني إن شاء الله يطول أي مفعول لأجله نصبه ما واجب يجرين كاسي سقو نواصبته وكدوان عبين نري لكن كان هو واجبية استغى وح لقاها إن لقياسا كرأيين إن لقياسا كرينين يجب وح واجبية نصب المفعول معه مفعول معه نصبها لنصبنا يؤيا واجبية إذا توفرت مركي لما يسترانتو له إساقا مركي أو لما يسترانتو شروطه شروطيسي على أنه بالغو نصبنين إساقا يهي مفعول معه إنو يهي وكو هرتوا إلا النصبية وواجب لبا لا يجوز مبنانا أن يتقدم إنو كهر مرو المفعول معه مفعول معه على عامله عامل كيس إنو كهر مرو جاء محمد وعليا وعليا تاين جاء ذكور ريسيسا مبنانا فلا يصح ما أصح أيو أن نقول إنا نراهنو وطريق مشيتو وده دين عيقان سعودي هذا مشيتو وطريق بأي إن لتقديمي أيام بدنانين صدح لا يجوز ما بنانا أن يفصل إلا كالسارو بين واو المعية واو المعية ده دحذيذة يو المفعول معه مفعول معه بفاصل متفاصل أو كالسارة إن لغو كالسارة ما بنانا صدح ضاحكون أي مفعول معه أحكام تيسيان كاسو قابسان اسمي قوو قدبادعا محا إعراب كيسا محا لورنشري اسمي قمر قوو دبادعو سيديبو أهانشري تلو أو أحكام هان محا كسو بحجري اسمي قوو قدبادع عشان بالو قيبينشري إنو نسبه واجب مفعول معه نما لغو نسبيو إيا إنو نسبه واجب مفعول به نما أما فعل حتفان لغو نسبيو إيا إنو عذفك واجبو يين اللي بوجي بنانا دان أو نصبها مفعول معه وراجح نقضه يين اللي بوجي بنانا دان أو عذف وراجح نقضه شن تاقضب أي اسم جوو قدبا دعاء ليس لوجي هاي مد عذف كا واجبة مد مفعول معه كا واجبة مد فعل محذوف إن لقون نصبيا واجبة صدق لا سوى وجوب لبتش يروى نصبه مفعول معه إن لقون نصبيا واجبة يا فعل حتف إن لقون نصبيا واجبة يا إن عذف كلاقاته واجبة عذف كده واحد وين معذوف كيسو وافق ياك وقلب كوافق دونا أحكام الاسم اسمي أحكام تيسة الذي اسمي قاية قعد عيا بعد واو وود بديت يجب واحد واجب ينصب الاسم اسمي إلا نصبيه اسمي الواقع دعي بعد واو المعية واو المعية دبديت على أنه يسوع إنه يهي مفعول معه إنه يهي إلا نصبيه واجبة وقارمة إذا دلت مركي توصيصو الواو وود على المصاحبة مصاحبة دون الاشتراك وذاك سأين إن توصين سيدا صرت وان سعودي والضريقة وداد معيقة والضريقة دائرا مفعول معه كارقنا واجب أنكو نصبنا وايو عذفك وممنوع وما أرنكرنا صرت أنا والضريق وممنوع والضريق هذا ما يشاكينه إلا المركة وحلقوا عطفية ضمير متصلة ضمير منفصلة لكيني تشري صرت أنا والطريق إن أنا هذا ممنوع ومحام ممنوع كارني جاي هذا هو الطريق ذا جذو وحين قاني أنا جوان سعودي وضدنا وي سعودي وضدهم يي سعوتها ما سعوتها وضد كل كعذف كي متشي رسول تقال ما مفعول معه وأم بعلك واجبي صرت وطريقة واستوى الماء به باكرك عي والخشب قريق الله قياس يوم عيسى naamamka waa way waxa laga dhigtaagaa biro ama qoriyo nambarra loo sameeyaa waxa lagu qiyaasaa biyuhu halkay marayaan heerka ay ku jiraan si dadka ka hooseeyo loogu digo oo loo oran karo hal laga guuro dhaamka hoostiisa ama yaan la degin ama yaan la marin waayo haday biyahaas soo fataan ama soo jabaan dhaamki khatar buu ku jiraa inuu jaba ayuu khatar ku jiraa saasa marka loo dhigaya wastawa waxa kor u kacay almaa u biyihi ba kor u kacay والخشب قريق لغو قياس يميسا الخشب هذا هو مفعول معه إن لغو نصبيانا وواجب ما بنانا عذفك وهذا الله عطفه والخشب ليلا بيو كربا يوكا عيانا ويبضانا يوي قريقنا كربا يوكا عيا قريق دولكو كتاقا يسو كربا يوكا عيا وبقعبانا يابا يساوي مركستي بيو سيد العمان باو سيقا باو سي آسما يابا كلك والخشب الله أوران مايو لغو دي مايو والخشب ومرك مفعول معه إن لغو نصبيا يواجب كتاي يجب وح واجبية كونه إنه نقض اسم جوو قدبا دعي معذوفا مت معذوفة معذوف وأمرك يوود اشتراك وتصيصه
فعل كمركو اشتراك تسيو وودنا اشتراك اي كتسيسو اما فعل كاختصما يا اشتراك امركو دبا دحو اذا دلت مركاي كتسيسو الواو وود على الاشتراك ودا لهانشو للمصاحبه مصاحبه سعين كتسي مثله اختصم واحد دوداي زيد زيد يا علي علي وعلي ان العطف ايا واجب ايا سببته وعلي عذف واجب ايا وحا وي هدي وعلي ان مفعول معه كدغنو اون كردغون اختصم زيد وعليا اراهدو فاعل زيد وقرو نقن قف قرهم يو اسلا دودي كرا هرت ما انو ارغني وليين قف قرو او اسلا دوديا سورتغل ما هينو قف قرو اسلا دودو فاعل كا اختصم وا لبا قف او يران او اصل ليسكو عطفي لو سو غدبيو اختصم زيد وعلي بين اورنينا اختصم واحد دوداي زيد زيد با دوداي وعلي علينا و دوداي اشترك وحا وداغي عمر عمر با وداغي وعلي علينا وي وداغين واجب با كل كا ليسكو عطفيا يجب وحا كلو واجبيا نسبه ان اسمي غوغا دبا دحاي لا نسبيو على انه اسم مفعول به انه يهي لفعل فعل او يهي محذوف لحذفي واذا لم يصلح مركونا اصوبن الاسم اسمك الذي اسمك بعد الواو وو كدنبيا لان يكون انه نقض معمولا معمول للعامل عاملك انه نقض الذي عاملك او قبله كوري مثل اكلت وحن عني تفاحه تفاح وقهوه اكلت تفاحه وقهوه وقهوه ما عاد فكره او ما اورن كره اكلت تفاحه تفاح بان عني وقهوه قهوه بن وان عني بنك لما عني دي ولا عبا كل دي بنك لعبو فعل عبيد با ميش لو قدريا او ما حين اورن اكلت تفاحه تفاح بان عني وشربت قهوه قهوه اسم قهوه وغوتي وقهوه مفعول به ان لا دغه ايا واجبيا او فعل حذف لو دغه فكلمه قهوه كلمه قهوه هي وابنك لا تصلح وما صوبته ان تكون اني نقطه معمولا معمول لفعل اكلت فعلك اكلت وكقول الشاعر غبياغ قولك سو كلا بوي غبياغ غبيبو ترين ياي وخيري اذا ملغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون اذا ملغانيات هبلها قرقرخده بدن اني اسقرخيان بكم مارمي برزنا markay soo banbaxaan yooman maalin hablaas haday suuqa u soo degaan buu yiri maalin haday suuqa u soo baxaan oo wasajajna ay soo qaanseeyaan al hawaajiba sunnayaasha ay soo qorqoraan wal uyuuna indhaha ma cadfi karo indhaha ay soo qorqoraan ma oranayno oo indhaha de makiinad lagu qori maayo wal uyuuna ay soo kuulaan baa la oran idaa mal ghaniyatu hablaha qurquruxda badani barazna markay soo banbaxaan yooman maalin oo wasajajna ay suuq luuciyaan ama ay soo qaanseeyaan al hawaajiba sunnayaasha oo ka xalna ay soo kuulaan al cuyuuna indhaha halka wal cuyuunada ka xalna in loo qadaro ayaa laga maarmaan ah saddex baynu ka soo baxnay mafcuul macahu in lagu nasbiyo waajiba cadaf oo waajiba ficil maxduuf oo waajiba labadii jaaiska ay noo dhiman yajuzu wa habanan nasbuhu in ismiga wawga daba dhacay la nasbiyo ala annahu isagu mafcuulun macahu inuu yahay wa adfuhu in la adfaana way banaan tahay maca kawn al-adf adaf ka ahanti sami'isa da'ifan mid da'ifa u yahay adafka ayaa da'if noqonaya wa mithlu ji'tu wa animid wa aliyan ali akti sayanimid wa mafcuulun macahu maxay kale ayaa jira ji'tu wa animid wa aliyun alina wu yimid adafki weeyaan adafkan ayaa da'ifa adafka maxaa da'ifiyay waxa adafka da'ifiye waxa la isku ogaa damir mutasilo fi mahalli raf'ina hadii wax lagu cadfayo baabki cadafka waxan ku soo dhiganay damir munfasila ama faasilin la keeno jiitu ana wa aliyun ba cadafku un buqawi ku noqon laha jiitu ana wa aliyun waaki inna laha maxamed ibn malik wa in ala damir raf'in mutasil adafta fafsil bi damir al munfasil aw faasilin ma wa bila faslin yarid fasalla ana marmar bu saaro rasidan oo kale way iska banaanta rag qaar kood ba misladan ka dhigay meelaha waajib u yahay mafcuul macahu oo ma banaana bay leeyin cadafku damirka hadan damir tawkiid loo keenin waxaynu leenahay uu banaayo maxamed ibn malik wa bila faslin yarid buu leeyahay ba way laakin waa yar yahay uun mas'alada shanaade u dambaysa jawaazul wajhayn labada waji oo banaanaada weeyi maca kawnil cadfi cadafka ahantii samiciisa raajixan mid raajixa u yahay oo xoog badan
مثل جاء محمد محمد بايمد وعلي جاء محمد محمد بايمد وعلي علي نو يمد لبدو وي بنين جاء محمد وعليا يجاء محمد وعلي عضف ايا قوئه سببت وقوي ويهينا ولكونه اصلا ولا مقتضيا لضعفه اصل وي ضعيف نمديس وح كينانا ما جرى بالي شنطا ايينو كغا بخني علمو عشر كيني هلكاس وكو دماده لا يلسكون راعينو التدريبات والله يلسيو التدريب الاول ليلس ككوباد اكمل واحد كامل ياشا الفراغ ماشا بنان بالكلمه كلمه كو دمايستر المناسبه كو هبون ومما يلي كو سو سودا كلمه كو هبون كو سو سودا ابا لا نغ ربا اني نكو بوخينو ميلها سو سودا مما يلي ميلها سو سودا كلمه بينو كو بوخيني وصل المسافر ومسافر كي هو سو غاري و هلكا اند بوخيسا لغا ربا ما وحنا راه هذا بوه كلمة ذهنا لجوبه حينيا وصل المسافر والغروب مس والغروب من مفعول معه بان كذا مس 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 عذف بان كذا وصل المسافر مسافر كي وسو قاري والغروب عذعيت نعم عيقة مس والغروب عذعيت نعين وسو قاري ومفعول معه هذيك له وح كانوا قلود والغروب قدو إن غروب كنا سعدي بكانوا قنيسا اختصم علي علي بعض ضاضي ومحمد محمد نو ضاضي مسوى محمد محمد بو عيسى ايكو ضاضي عذف كان واجب يا هذا هلكن ومحمد الى نختصم يا دخ دعيني استيقظت وان براروغي وطلوع الفجر وغبركو بريي بان براروغي اما وطلوع الفجر وبرغينا وبراروغي لبدا وا مدكي عذف مس مفعول معه مفعول معه قال لين وبرغ ما هردينو ما براروغي جاء يوسف يوسف بايمد والنعمان نعمان نو يمد والنعمان نعمان اكتيس ايو يمد لابد وي بنايهين لكن يا راجحه عذف كان راجحه يصير وي سعدان المشات كو لوغينيا والرصيف جيد كدين عيسى اي مران اما والرصيف جيد كدين عيسى نو سعدا وا ميدكي مفعول معه وي والرصيف التدريب الثاني ليلس كلاباد اختر واحد دورتها من قائمة بعض واحد كدورتها ما يناسبها ككوها بون لقائمة ألف قائمة ألف ككوها بون بعض الدورا بل هذا قائمو يمكن أن يقنى سيدان قرني جاء القائد هقاميه ويمد والجيش عيدا كمي عيسى يجوز وحبنا أن نصب على المعية يو الرفع على العطف وبكش غيسين يهيبا قد تحتمل وحي احتمال يسأل واو وودو الدلالة إنك تصيص الدلالة وأذكرنا بس الدلالة على ما يأتي على ما بعد على ذي بديد يأتي كإيمان يبعد واو أو بمعنى مع في نحو سار علي والطريقة يجب النصب على المعية المفعول معه اسم منصوب المصاحبة على الاشتراك ليلس كان وحوي سيدي انا قلت لك ليلى بدي قائمود الف كي بعضها وكما ينا شقينين كل كان ليلس كان سيديسا وحوي وا ليلس كشقيسنون جاء القائد هجاميه ويمد والجيش عيد كميعيسا والجيش ضاس طلب ما مفعول معه بقى واجب معذف بقى واجب شنتي ومدكي وكشقيسن يعني وكان جوابك يجوز النصب وحبنان والجيش إلا نصبي على المعية والرفع وبنائه على العطف لكن كما ينان هضلين كما ينان هضلين كقوية عذف كقوية قد تحتمل وحي احتمال إيسا الواو وودا الدالة كتصين إيسا على ما يأتي وحصاص على بعد واو قد تحتمل وحي احتمال إيسا الواو وودا الدلالة ها الق تحتمل واحد كتصين أي احتمال يسا الواو وود الدلالة تصين بأي احتمال يسا تصين أي احتمال يسا على ما يأتي كإيمانا يا بعد واو وود بذي إيمانا يا أو بمعنى معاء أي كتصتو إلى وود كتصين معي أم بن أشيد نية معي أي كتصين يسا واو وود آخرة في نحو سار علي علي باس عدي وطريقة جدك من عيسى يجب النصب إلا النصبية واجبة على المعية لقول نصبية على ما بمشي كحد فن المفعول معه مفعول معه هو اسم واسم منصوب للنصبين ايو
لدلالته هل كان لدلالته ما كجرت على المصاحبة وعلى الاشتراك صار علي وطريقة يجب النصب على المعية المفعول معه اسم منصوب لدلالته على المصاحبة وعلى الاشتراك ومرك قال اسكداف ليل اسكاير إلا بعد سيدي سقوبة اسكي قلية وهي سيدي سأمر ما يسترنا وصيدا نقول تلقى الله وما قرمين أما وحبايك أحد فين التدريب الثالث ليل اسكا صدحات أمثلة والليل يوم عربة لا يعرابي سرت وان سعودي وشاطئ البحر بدا معيق حيبتي إذا أيان سعودي سرت وافعل ماضي مبني على السكون لاتساله لحرير سيقيس بتاء المتحرك أو لحرير صدي وتاء تاظنا ضمير وضمير مبني على الضم ضم لقو بنين يا في محل رفع فاعل وواو المعية حرف وحرف مبني على الفتح ما لقو بنين لا محل له من الإعراب شاطئ مفعول معه منصوب وعلامة النصب الفتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف البحر مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر ظاهرة على آخره عمر عمر مكرم ولا ما موسى وأخاه ولالكي أكتيسة عمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضم ظاهرة على آخره مكرم خبر مرفوع وعلامة رفع الضم ظاهرة على آخره وواو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أخاه مفعول معه منصوب وعلامة النصب الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه ذهبت وانتقي إلى المسجد مساجد كأيان هذه وطلوع الفجر واقو مركو دلاعي وفعل ماضي مبني على السكون لاتساله بتاء المتحركة وتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب المسجد اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر ظاهر على آخره وواو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ضلوع مفعول معه منصوب وعلامة نسبه الفتح ظاهر على آخره وهو مضاف الفجر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر ظاهر على آخره التدريب الرابع ليلس كأفراد أعرب حذ إعرابتا هذه الأمثلة تصال ياشم بل هذا إعراب مشيت وان سعودي وصور الحديقة بيرت دير كيغا أيان قرب سعودي رجعت وان صونغضي والمساء قلبت معيغا أيان صونغضي وصل اللاعب عيارتويه وحسوغاري وصوغاري وصور الحديقة بيرت سور كيغا دير كيغا معيغا وصوغاري إن شاء الله تعالى عشر كيني سقال إيسي ديتانات برتا أيو إنو قوشوغيا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم.